الإعلانات. هسا فكرة إنه أي قناة تقطع عنك المسلسل عشان تحضر إعلان بعدين ترجع تحضر مسلسلك كمان مرة، يعني بحد ذاتها هاي العملية بتوتر، فما بالك يكون الإعلان نفسه مستفز. هسا أنا مش مشكلتي مع ممثلين الإعلانات ولا مشكلتي مع القناة اللي بتأخذ هاي الإعلانات، مشكلتي الأساسية بتكون مع الصفيق اللي كتب كلمات الإعلان. يعني أنا أقسم بالله طول ما قاعد بتفرج على التلفزيون بس بدور على الرابط بين كلمات الدعاية والمنتج. كلنا شفنا دعاية شوكولاتة كندر، إيش بتحكي لك؟ أولادي يحبون شوكولاتة كندر وهذا يشعرني بالطمأنينة. لا وحد لله، شو دخل أم الطمأنينة بالشوكولاتة؟ أي والله لو إنها طالعة من صلاة تهجد ما هو هيك. فأنت فاهم كيف الفكرة؟ يعني قاعد بتشوف شغلات ملهاش دخل باللي بتسمعها، فإيش عقلك بيصير يعطيك هيك إيرور 404. من الدعايات الغريبة كمان دعايات معجون الحلاقة. مثلاً هسا أنا واحد يجي يحكي لي تعال نسوي دعاية معجون الحلاقة، منيح بنسوي دعاية معجون الحلاقة. هسا أنا أكثر إشي ممكن أتصوره يعني شب حليوة شفرة والمعجون بدنا نسوي له الدعاية. البنت اللي بتكون واقفة بتطلع على الشاب مبحلقة فيه، إيش أفهم منها هاي أنا؟ إيش الحكمة من وجودها بمنطقة التصوير؟ يعني بعدين بتحسش فيه تعب، لا بتقرب عليه ولا بقرب عليها، بتقضيها بحلقة. يعني وين المجهود اللي بذلته عشان تاخذ عليه مصاري؟ افرض بنت اجت سالتني والله انا بدي اشتغل زيها، شايفها بتتعب شو بتاخذ مصاري، ايش احكي لها تخصصها هاي؟ انف واذن وبحلقه؟ مزبوطش. من الكلمات الغريبه كمان اللي بتنحكى بدعايات مساحيق الغسيل، ايش بتحكي لك؟ هذا المنتج يقضي على اصعب بقع الدم. انا لو في بقع دم على قميصي مش راح اكون هاكل هم بقع الدم هاي قد ما راح اكون مبلوش بالسكين البطني. نرجع هون لكتاب سيناريو الاعلانات. هسا انا بتقبل تكون فكره دعايه كوميديه اجتماعيه رومانسيه، اما يا بني ادم تكون فكره الدعايه قائمه على القرف، يعني جايبين صوره بلغم قاعد بيحكي جوا البلعوم. يا زلمه يا كثير يا، فانت ادعو يا رب يا رب ما يخطر على باله يسوي دعايه ورقه تواليت، لاني صراحه وقتها مش حزمه ان شاء الله يطلع معاه. هسا في ناس بتحكي لك طلع حاط شاف كل دعايات التلفزيون ما عجبتوش ولا دعايه. لا حبيبي، في دعايات انت بتشوفها فعليا خلص بتسكت، يعني ما بتقدرش تحكي عليها. كلنا شفنا دعايه ناس عجرم تبعت الحفاضات بامبي بامبي، تعرفوها اكيد يا اخوان. انا اقسم بالله بعد ما شفت الدعايه اشتهيت اتحفظ النوس هاي. فبعد ما تطلع على كمية الإعلانات الغريبة هاي تتولد عندك قدرة إنك تسوي أي إعلان. يعني أسوي لك إعلان فيش أسهل منها. ألمك بدايات مش عارف تبطل تفكير؟ عايز تنام بدون ألم أو تب أم اطمن على ألمك؟ أنا معاي الحل الآن. الألم السحر العجيب، ألم مش زي أي ألم، ده في حاجات مميزة جدا. الميزة الأولى ده بيكتب باللغتين العربية والإنجليزية. مش بس كده، الألم السحر العجيب معك في أي مكان وأي حتة لأنه بيمتاز بسهولة وضعه في الجيب. مش بس كده، الألم السحر العجيب معاه غطايا من نفس لون الألم اللي بيكتب بيه الألم السحر العجيب. الآن اشتري ألمين من الألم السحر العجيب واحصل على الثالث مجانا. اتصل الآن من أي هاتف على 0900-31-13. この平和。